تحياتي لكل عم يتابعونا عبر موقع فوشيا وحابين يعرفوا أخبارنا الفلكية بالأسبوع الثالث من شهر جولاي 2019 بالعربي شهر تموز يعني. ورح نبدأ بقراءتنا لأول الأبراج. معنا مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، أجواء فلكية عم تتحدث عن مسؤوليات ضاغطة بوضعك المهني، فما تراهن إلا على الأوضاع المتأكد منها وابتعد عن أي تحديات إن كان مع شخصيات أو حتى مع أصحاب السلطة أو النفوذ. فعم نشوف أجواء بتتعلق بأوراق قانونية وتحديات بنوعا ما، ولا ربما تهديدات، ولكن ما بيطلع من أمرها التهديدات أي شيء. وأما عاطفيا لا تستخف بالأمر مع الشريك بدون أن تحسب العواقب يلي ممكن أنه قد تأتي من هالاستخفاف هيدا. فما زالت الأجواء الفلكية عم تتحدث عن نوع من التشنجات، وأنت من بداية السنة كنت ما زلت عم بتعاني من هالتشنجات العاطفية وعدم تقدير الشريك، ولربما كانت استفزازات أكثر. ولكن من الناحية العاطفية بشوف هل في تقارب عاطفي، ولكن كأنه ما عم تفتحوا له مجال. مولود ده برج الثور، تبدو خياراتك مولود برج الثور تبدو خياراتك متعددة بحياتك المهنية، وتبدو متأني بخطواتك، ويبدو أنك بحاجة للانتباه على كافة التفاصيل، بالإضافة لعم نشوف تحديث أو تغيير بيتعلق بأوراق عقارية لربما نقلة بيت أو لربما بيت أحلامك. فعم نشوف إيجابيات فيما يتعلق بالوضع العقاري، ولكن الوضع المهني يبدو أنك يا متردد يا أما بحاجة لتفاصيل أكثر قبل الإقدام على أي خطوة. وأما عاطفيا قد تميل إلى إخفاء قلقك ومشاعرك وانفعالاتك عن الشريك تحت ردة فعل معينة، أو لربما تكون نوع من المكيدات بوضعك مع الشريك. مولود الجوزاء يلي عم يشعر ببعض الاطمئنانات على الصعيد العاطفي، فعم نشوف نوعا ما في بوادر، في إشارات إيجابية مريحة، وكمان هالبوادر والإشارات الإيجابية بتتعلق بشخص ممكن ينقلك لمكان بعيد، أو ممكن يغير كافة اتجاهاتك من الموقع يلي أنت فيه إلى مكان أبعد يمكن كنت متوقعه أو حتى حاسس فيه. ولكن بكل الأحوال عم نشوف بوادر إيجابية، يعني يلي ناطرين ترقية يلي ناطرين منصب بنقول الأوضاع تبدو أكثر إيجابية. وكمان عم نشوف عاطفيا، وأما عاطفيا قد يلفت نظرك أحد المهتمين فيك، ولكن القلب مشغول بالأحداث الماضية، بالظروف الماضية، بالمعاكسات، بالمواقف يلي حصلت ما بينك وبين الشريك. فما زال مولود ده برج الجوزاء كأنه نوعا ما بعضه مربوط بجذوره العاطفية بالماضي، وكأنه بحالة مقارنة رغم الازدواجية العاطفية اللي ممكن أنه يعيشها بحياته العاطفية، وابتدى فيها، فيني أقول أنه ابتدى فيها من حوالي شهرين وساحبة معه قد تكون لآخر السنة. مولود ده برج السرطان، الفلك عم يتحدث عن احتجاج، عن اعتراض، عن منافسة على الصعيد المهني، ولربما تكون العين حمر عليك فدير بالك. وكمان لربما يطرأ بعض التغييرات أو التبديلات بطريقة مفاجئة. وأما عاطفيا قد تتخذ قرارا عاطفيا تحت تأثير الضغوطات والاستفزازات يلي أنت عم بتعيشها حاليا، فأنا ما عم شوفك راضي لا عن تصرفات الشريك ولا عن الظروف اللي عم تلعب معاكسة ضدك بعلاقتك معه. مولود ده برج الأسد، قد تؤسس لنفسك موقع مهني جديد رغم أنه الأجواء متناقضة عندك ما بين التقدم، ما بين التراجع، إقدام وتراجع بهيدا الوقت تحديدا، وكمان ممكن يمط معك الوقت أكثر. وأما عاطفيا قد تميل نحو علاقة سرية أو غير واضحة، بالإضافة لمراجعة طبية بانتظارك. وما زال الوضع المالي عندك إيه عم بتشعر نوعا ما أنك أنت شوي بخطر، ولكن أجواء فلكية بتطمنك وبتقلك ما في أي مخاطر مالية قدامك. مولود ده برج العذراء يلي قد يعيش بعض الفراغ العاطفي المؤقت وبسبب اهتماماته المهنية وتركيزه على الشغل أكثر، ولكن بداخله بعض المخاوف ممكن تسيطر عليه بتتعلق بصحة أحد أفراد عائلته المقربين منه. فعم نشوف هالقلق هيدا يمكن زايد عن حده عندك بسبب انشغالاتك وبعدك عنهم والوساوس اللي عم بتعيشها، بالإضافة لتحضير للسفر.
مولود برج الميزان أجواء فلكية عم تتحدث عن ارتياحات عاطفية وتجاوب مع الشريك واهتمامات مشتركة ومتبادلة بيناتكم، ولربما تستقبل طفل. كتار من مواليد برج الميزان يا أما عم بحضروا ليكون عندهم بيبي، يا أما ممكن يستقبلوا طفل أو يسمعوا بولادة طفل. بكل الأحوال هي بشارات خير لكم. وكمان مهنيا يبدو عم شوفك أنك مشوش التفكير، فكأنك عم بتعيش تراجع وأقدام بنفس الوقت، بالإضافة لمصاريف مالية ترفيهية. حبيت المصاريف المالية الترفيهية لأنه أنت قطعت بوقت كان مصاريفك عم بتروح عشوائية، وكمان ما عم بتكون لك دغري مباشرة، عم بتكون لكل الحوالات كل الحوالات اللي بيأكلوا من مالك، بس مش غلط. مولود برج العقرب يلي قد يواجه رفض لأمر ما أو عدم موافقة، لربما موانع حواجز بطريقه، لربما أشخاص عم بحاول يحطوا العصي بالدواليب بطريق منصب أو موقع أو مكاني، ولكنك رح تتلقى الدعم من جهة معينة أو بالوقت المناسب لإحراز يلي أنت حابب تحققه. وأما عاطفيا فمازالت علاقتك مع الشريك معرضة لبعض الاهتزازات. مولود ده برج القوس يلي عم نشوف انه قد تشدك مشاريع او خطط مهنيه انت منك متاكد من مصداقيتها او صوابيتها او حظوظ نجاحها، ولكنك بحاجه للتحفظ عن بعض القرارات، يعني ما تاخذ اي قرار، دروس وضعك بعد اكثر وحاول تنبش عن المعلومات يلي ممكن تفيدك قبل ابداء اي راي او قرار. فكمان عم نشوف ممكن يتعرض مولود برج القوس لنكسة صحية ويضطر لمتابعة الطبيب. وأما عاطفيا فأجواء فلكية عم تتحدث عن حسم إيجابي بوضع عالق بعلاقتك مع الشريك. مولود برج الجدي قد تأتيك الحلول والدعم يلي أنت ناطره فيما يتعلق بوضعك المهني، ولكنك قد تعاني من التأخير أو التأجيل بالتنفيذ أو ببعض المواعيد أو بالقرارات يلي أنت ناطرها على أحر من الجمر، ولكن التأخير والتأجيل بالمواعيد أو حتى مثل ما قلنا بالقرارات يلي قد يتم فيها الحلول يلي أنت ناطرها، أو حتى الترقيات، المواقع الجديدة، المهام، المسؤوليات، كل هالأمور هيدي يلي أنت ناطرها ممكن أنه يتأخر فيها موضوع التنفيذ. وأما عاطفيا قد يخيب ظنك الشريك فيما يتعلق بقرار، بأمر، بموضوع، نوعا ما بشغلات ما بينك وبينه. مولود برج الدلو يلي عم نشوف حماسه كتير كبير على استئناف حياته المهنية بالطريقة يلي كان هو بيتمناها أو خطط لها بمكان جديد أو بمكان آخر، فالأجواء الفلكية عم تتحدث عن قرارات مهنية مقبلة وإيجابية. وأما عاطفيا قد تواجه الخطأ يلي حدث بعلاقتك مع الشريك بطريقة أكثر إيجابية، ولربما أنه مواجهة الخطأ يكون مدعوم من جهة معينة أو حتى قد يساعدك بمواجهة هذا الخطأ أحد الأشخاص الموثوقين فيهم. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت. عزيز الحوت، لا شك أن وضعك العاطفي ليس كما يرام ومش مثل ما أنت بتتمناه، ولكن بعض المقربين منك ممكن يقدموا لك الدعم، أو الأصدقاء يلي ممكن يقدموا لك الدعم، أو حتى ممكن يكونوا حاملين لك أخبار حلوة وأخبار طيبة. وأما مهنيا قد توقع على عقد عمل أو قد تحصل على عمل أو تباشر عمل أو تلاقي عمل بمعنى أصح، فالأجواء الفلكية تبدو إيجابية ورائعة جدا، ولكنك نفسيا محبط، معنوياتك متراجعة. أكيد أنت بهيدا الوقت بحاجة للصلاة أكثر من أي وقت تاني، وربنا معك. لكل على بالهم يتواصلوا معي على أرقام مكتبي على 0961 71 77 85 86، والرقم الثاني اللي هو 0961 71 77 85 87. اتضلكم بألف خير. أنا جمانة وهبي بودعكم وبقلكم لاقوني بأخبار جديدة وتوقعات جديدة. باي باي.